في منطقة فريحة العشوائية يعيش هذا الرجل كبير السن مع زوجته التي أنهكها المرض، حيث لا سكن يأويهم ولا لقمة تسد رمقهم في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد. بويا أنا قصتي هذا بيت شفت بعينك وقع علي، ولا لي أنا لا عد أطفال ولا عد ومريض بالسكر، وهاي رجلي مسوي العملية العظم ما لها شايلينها، ولا عندي معين، أطفال ما عندي، وبس الله وأنتم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى وأهل البيت ومنكم أن تعمرون بيتي. وهاي هات تشوفون زبالك فاضي. بيتك تجاوز؟ بيتي كله تجاوز. حياة هذه العائلة مختلفة عن غيرها، فسقف بيتهم العشوائي مهدد بالسقوط، والأرض نخرتها الرطوبة والنفايات تحاصرهم. كل شيء ما عندي، ولا حسين، لا عندي غراض، لا شيء، بيت وقع، ما تشوف حالتي، لا عندي فلوس، لا عندي مالي، رجعت شبي. شلون عايشين؟ عايشين على الله، هالناس ترحم لا تطين، شندو. أكو ناس تجيب لكم مساعدة؟ إي وقات يودوا لي شو اسمه شكلات لو تمنات ومسواق هاي الطماطة وبتيتي. مرات ما يطول. ومرات تبقى متجوع. وهذا الحاج نايم، لا أجيب له دواء حبوب ما عنده ما سكر، لا عنده دواء أجيب لك، إيش ما عنده. إيش تردون أنتوا؟ تساعدوني بس مساعدات. إيش تردون؟ كيفكم؟ إيش تعطوني الأمر؟ شو يطلع منكم تسوون ببيتي؟ سوي لي حجرة مبارك أستقر بيها، أنا ما عندي إلا الأجار والله، أجار. عائلة تصبح على الفقر وتمسي على القهر، ويقتلها الجوع في الليل ألف مرة، وحالها يقول متى نعيش في بلدنا كما ينبغي لنا. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.